السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع، هنا من شمال فرنسا. اليوم 28 نوفمبر، الجو غائم، درجة الحرارة 8. الحرارة بدات كتنخفض. هنايا كنقدم لكم الشجرة ديال التين اللي اللون ديالها كرموز ديالها بني، كما كتشوفوا قلة أشعة الشمس هي كتحول، يعني حاجز ما كطيبش الكرموس اللي بقى لنا. هذه الشجره كتميز بسرعه الانتاج وكتعطي غله وافره. النوعيه ديالها هي جايه من جنوب اوروبا وبالضبط من البرتغال. كرموس المذاق ديالو زوين. تحيه لك للجميع اللي كيشاهد الفيديو واللي كيتابعنا اول مره، ما تنساوش تشاركوا في القناه. تبارك الله عليكم.